الخدمات المعضلة التي عجزت أمانة العاصمة في إيجاد حل لها. أغلب مناطق العاصمة تواجه ذات المشاكل في قلة الخدمات. أما منطقة الأمين شرقي بغداد فأكداس من النفايات تتجمع في عدة أماكن، فلا حاويات مخصصة لرمي هذه النفايات، أما الشوارع فلا إدامة لها، فشوارعها وأفرعها تسودها حفر كثيرة تصعب عملية التنقل بين أزقتها. بالنسبة للخدمات، والله الخدمات فيها ضعيفة، ضعيفة يعني، لا يعني ما نقول ماكو، بس ضعيفة جدا، بحيث انه النفايات هسه اذا تلاحظ وراك هذه الصورة مال النفايات يعني دائما موجودة، لا اكو حاويات مخصصة للنفايات زين، ولا اكو دامة الها. هذا بالنسبة للنفايات. بالنسبة للطرق والهذا، مو كل الطرق مبلطة والخدمات مالتها زينة، لا قليل يعني، قليل الطرق اللي تلقاها مبلطة وبها خدمات، بس مثلا احنا هنا قدامك رصيف ما عندنا. لا يمكن الجزم بأن الخدمات منعدمة، فلو انعدمت لكان شكل المنطقة أسوأ لكن بقليل. فالخدمات التي توفره أمانة العاصمة وبحسب سكانتها أنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. حقيقة نحن في منطقة حي الأمين في كافة محلاتها 735 33 37 39 إلى آخرها، أمانة بغداد تؤدي عمل لا ننكر عملها، لا ننكر عمل أمانة بغداد في هذه المنطقة، ولكن حقيقة الأعمال أمانة بغداد دون مستوى الطموح. منطقتنا بحاجة إلى خدمات كثيرة، الأولى هي زيادة عدد سيارات النفايات، أعمال النظافة، كذلك أعمال صيانة الطرق. صيانة الطرق تقتصر على بعض الشوارع الرئيسية، أما الشوارع الفرعية فهي شوارع يرثى لها. ضعف الخدمات هي السبب الأكبر لجعل العاصمة بالشكل الذي لا يليق أن تكون عليه، فعاصمة كبغداد من المفترض أن تكون أفضل وأرقى. منطقة الأمين كباقي مناطق العاصمة بغداد تعاني الإهمال وقلة الاهتمام من قبل أمانة العاصمة، فالبنى التحتية ضعيفة، مناطق مخصصة لرمي النفايات لا توجد، ولا إدامة دورية لشوارعها. من منطقة الأمين في بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.